في الفيديو ده هنعمل برضو او بي ريكاب، وزي ما انتوا عارفين بقى في الريكاب ده هيكون زي البيزكس بالظبط، هو هيكون حاجات انت اصلا عارفها بس في حبة اكسبريشنز انت ما سمعتهاش قبل كده. ففي الاو بي اول حاجة هنتكلم على حتة الكونستراكتور، ان في ملحوظة كده صغيرة ان الكونستراكتور ما يقدرش ينادي نفسه بس الميثود تقدر تنادي نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجة عندنا في الميثودز اسمها ريكيرجن. الريكيرجن دي بكل بساطة يعني ممكن ابسطها لك قوي زي الفور لوب. مش انت الفور لوب دي احنا كنا بنعملها عشان خاطر نكرر سطور معينة من الكود لحد ما طلع نتيجة معينة، سواء كان عندي اري من 1 ل 10 وقلت لك طلع لي المجموع بتاع الاود والايفن نمبرز والى اخره يعني. فالريكيرجن هي بتكون نفس الفكرة، ان انت بيكون عندك ميثود قال لها مثلا رقم 5، فانت عاوز انك تجيب مثلا جمع الارقام من 5، يعني 5 4 3 2 1، تجمع كل الارقام دي عن طريق الميثود من غير ما تستخدم اللوب. فساعتها بقى بنستخدم ايه؟ حاجه اسمها ريكيرجن. وفي اغلب الاحيان يعني يعني الفور لوب طبعا اسرع بكتير، بس في حالات معينه بنستخدم فيها الريكيرجن. طب ايه بقى علاقته بالكونستراكتور الموضوع ده؟ ان انت عندك في الكونستراكتور احنا متفقين ان تعريف الكونستراكتور هو سبيشال كايند اوف ميثودز، فهو في الاول وفي الاخر حاجه نوع ايه من انواع الميثودز يعني. طبعا ما ينفعش بترجع اي حاجه ولا حتى void. فكده كده انت اصلا يعني هي اصلا ما فيهاش ريتيرن، فانت مش هينفع تعمل ريتيرن وتنادي على اسم الكونستراكتور تاني. فدي ملحوظه كده بسيطه يعني ان الكونستراكتور ما يقدرش ينادي نفسه بس الميثودز ايه تقدر تنادي نفسها. تاني حاجة بقى بالنسبة للستاتيك فاريبلز، احنا كده كده شرحنا الستاتيك كيورد تفصيليا، ولو مش فاكرها يا ريت ترجع للآية اللي ظاهرة لك فوق، لأنها فعلا مهمة جدا 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 وبتتسأل فيها في الانترفيوز اللي هي اللي بتكون طالبين سوفت وير انجينيرز. ففي الستاتيك فاريبلز احنا اصلا بنستخدمها ايه عامة؟ احنا اتكلمنا فيها تفصيليا وشفنا اكزامبلز بس ما اتكلمناش على احنا بنستخدمها فين. لما انت مثلا تيجي تعرف كونستنت، فانت الكونستنت دي هي اصلا حاجه مش هتتغير، وانت مش محتاج تفضل تعمل بقى انستنس من الكلاس وتروح تتخزن في الهيب وبعد كده تنادي على الحاجه الكونستنت دي. فانت اصلا بتعمل كلاس ويكون جواه كل حاجات ايه كونستنتس وتكون ستاتيك. ليه ستاتيك؟ عشان عارفين لما يكون حاجه ستاتيك بكتب اسم الكلاس دوت اسم الفاريبل على طول او اسم الميثود، فايه هتجيلي على طول. طب وكانت ايه مشكله الاستاتيك سريعا؟ ان انت بعيدا يعني عن الميموري ليك، ان انت كنت كده بتخليها موجوده معاك في الران تايم لحد ايه ما انت اللي تقفل البروجرام. فكده اصلا كده يعني، وكنت بتاكسسها دايركتلي في الميموري مش مجرد بتاخد منها كوبي، فانت كده يعني دي حاجه كونستنت عندك، فانت اصلا مش هتغير الفاليو بتاعتها. فعشان كده ايه احنا بنعرفها استاتيك. طيب تاني حاجه بقى لاستخدام الاستاتيك فاريبلز، ان انت تقدر من خلالها تعمل ايه كوبي واحده من كل الاوبجكتس اللي عندك، زي مثلا المثال اللي هو اللي كنا شرحناه في الاستاتيك اللي هو الخاص بالفاريبل اللي هو كان بيقعد يزيد، وكل ما تيجي تعمل انستنس بقى او تقعد بقى تنادي على الفاريبل ده كل شويه ايا كان هو فين، فالفاليو ايه هتزيد على طول.